بما ان تنافس شركات بوديك حق سالفه صغيره. هذا صبي صغير طبعا، هي طبعا سالفه اقتصاديه. هذا الولد انجليزي اسمه دومينيك ماكفي، طبعا كان يتصفح على الانترنت بشكل طبيعي، انترنت يبي يكتب فيزا بحرف الاس لكن غلط وكتبها بحرف الزد، فصارت فيزا. المراد دش ولدنا هذا، انت يا ماكفي البريطاني، دش على الموقع هذا، طلع شركه حق السكوترات. اي اوكي، السكوترات اللي هي مالت الياها، طبعا بحكم انه هو كان صغير في ذاك الوقت، يبي يشتري، لح على امه وابوه قالوا له لا ما نقدر بحكم انه والله ما عندنا بيزات الى اخره، او ان ميزانيتنا على قدنا. المراد يا ولدنا وكلم الشركه والح عليها، قال خلاص انتم اعطوني خمس سكوترات انا ابيعهم واستفيد منهم. قالوا له لا، انت تشتري خمس وتالي نعطيك سكوتر بلاش. اوكي. الولد راح يجمع بيزاته وحط من هالصوب ومن هالصوب، راح اخذ له اول خمس سكوترات. اوكي. عطوه السادس مجانا، خلال اسبوع باع الخمسه. اوكي. واستمر دواليك، بعد فتره لا والله باع 10. يعني خلاص خلال اسبوع يروح يشتري السكوترات هذه ويرد يبيعهم، يروح يشتري ويرد يبيعهم. حاليا الولد طبعا يبلغ من العمر الحين مثل ما شفتوا صورته قبل شوي 19 سنه، عنده ما يقارب اكثر من 5 ملايين دولار عشان يبيع السكوترز. اي، وطبعا لا تنسى انه كان يشتغل بشركه، او اشتغل خبير في الايام الحاليه يعني بعمره هذا، خبير في اعمال لشركه نشر، ايضا عمل على بيع منتجات خاصه بالصيدله، ادار انشطه ضخمه لخدمه العملاء عبر الهاتف، وكتب عن قصته ويرويها كرجل اعمال ناشئ. يعني عمره 19 سنه وبنى نفسه من رغبه انه يكون عنده هذا السكوتر. صدفه وبالغلط هو حرف وصار عنده. تدري انا كم حرف اكتب غلط بالانترنت؟ شو ما جاتني الصدفه. يعني فعلا هذه الصدف اللي يقول لك انها احسن الفرص، مجرد صدف يعني وغلطات. صحيح. يعني هذه يمكن كانت غلطه وادت الى هذا النجاح الباهر لهذا الشاب الانجليزي. نعم، اذا خلينا ناخذ هذا الفاصل ومن ثم نعود لكم الى الرياضه وعالم الرياضه.